10 ابطال 10 ابطال من الممنوعات تمام 10 ماشي كل طالبهم اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان على البث المباشر في عندك توصيل عندي توصيل لاي مكان في جمهوريه مصر العربيه كلها اللهم صل على النبي النهارده اللي انا بقدمه لك ده عجل فلاحي الموازين على الحفل كام كف المتوسط الموازين كف 170 170 عجول عجول نمبر 1 عجول خارجه من عند فلاحها ان شاء الله خارجه من عند فلاحها واخده كفه التحاصيل بتاعتها يا الزبون اللهم صل على النبي انا عايز اتفرج الساده المتابعين عليهم عجل عين ان العجول دي لها هنا الجلد عامل ازاي جلد العجل زي البطنه سريع التحويل يا باشا العجول دي مش عجول مش عجول عجل راسه متر ولا الارض متر انا عبيط دي بهايم الناس المعلمين العجول دي طالعين من اعلى مزرعه العجل هنا كما ينبغي ان يكون عجل جمهور في منهم نوتي ان شاء الله نفس المواصفات تمام معانا عمارة على الحنادة في المزرعة ابتداء من كام اللي بتنتهي العمارة في كام معانا عمارة في شهور بره لحد تحت 10 كل حاجة موجودة طيب توكل على الله خش دولت كام ذكر دولت 10 10 ابطال شايفين العجل اقدر احملهم لك وابعتهم لك كل حد يلبيه اللهم صل على النبي شايفين يا اخوانا عجول كلها مصنعه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم شاسيهات طبعا عريضه الفتحات طبعا عريضه جدا من ورا شايفين العجل عامل ازاي وطبعا القرن اهو يعني عجل مش عجوز عجل لسه طبعا عجل طري معلم احنا الاعمار معانا قد ايه يا معلم الاعمار بتاعتهم كبيره يا استاذ عمر في السنه اعمار 12 شهر اعمار في السنه باين كبير طيب عدنا الدكوره زي ما انتم شايفين باين بترفع ظهر العجل عريض اللهم صل على سيدنا النبي معلم هتديهم بكام كده المتابعين مش استاذ ابو عمر صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العجول دي عامل لك عليهم زلزال في السعر مش يقول لك العجل من عندي اثنين هبيع ثلاثه هبيع اللي طالبهم اقدر احملهم وابعتهم له اي مكان تمام اللي طالب منهم 1000 وراس العدد معايا مفتوح تمام بس دول عينه بس من العينات اللي احنا بنقدمها بكام يا معلم في مبلغ العشره دول؟ عامل لك عليهم زلزال في السعر مش هقول لك العجل من دولت النهارده ب 45000 تمام مفيش الكلام ده مفيش 45 طبعا في الشيستات دي كلها الابطال دول عامل لك عليهم زلزال في السعر هقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم 37500 جنيه كم؟ 37500 سعر العجل من دول 37000 ونص اه وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وبشير ايوه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سعر مش موجود هقدم لك الابطال دول متوسط سعر البطل بتاعهم 32500 32000 ونص اه وعشان خاطر انت هنا بقى بتستلم من المصدر الرئيسي للجملة ايوه هقدم لك الابطال دولك على كام؟ على كام؟ العجل بسعر العجل الرضيع بكام يا معلم حماده؟ العجل بسعر العجل الرضيع هقدم لك الابطال دول متوسط سعر البطل بتاعهم 29000 29000 جنيه 29000 بقول لك على حاجه اسئله لك مفتوحه تبقى 28500 مش عايزين من العرض ده معاك انت قلت بكام؟ 28500 واللي عايز بقى يحجز فورا السعر بتاعي قابل للتاجر قبل الفلاح للتاجر لا ياخده وينزل بيهم السوق طبعا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم دي دوره التسمين من 5 6 شهور او 7 شهور دوره التسميه طبعا دوره التسمين سريعه جدا العجول طبعا جاهزه شاسات طبعا عاليه اعمار معانا 12 شهر متوسط الاعمار في بعضهم 12 شهر متوسط الموازين من 170 معلم حماده خش لنا في اللي بعد عشان ما نطولش على الساده المتابعين وحد الله صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم طيب المتابع هنا اللي بيسالك على اللحم يا باشا ده مش لحم ده عجل لسه امنيه يا باشا هو المفروض ده فيهم بند انذبح من النهارده تمام عم ابو عمر بندي بقى مغريضه بقى مواكله تمام بتلو العجل بيهم سعر العجل المتابعين اللي بتسالك لا البند يا باشا لا الانيه دوره من 5 شهور ل 6 شهور لسه تمام معلم حماده خش لنا اللي بعده يبقى معانا 10 دكوره سعر العجل من دول 28500 ركزوا معانا في الاسعار يا اخوانا صلى الله عليه وسلم معاك 5 يا باشا متوسط سعر المتاجر متوسط عمرهم قد ايه؟ مش هقول لك لا 32 ولا 30 استنى استنى انتم سعرها 22750 العجل اللي مازال خد دي من تحت الخمسه في قلب بعضهم عجلتكم ب 22750 على طول كده انت قلت بكام؟ 22750 الخمس تفاحات دول سعر العجل من دول 22750 يعني الخمسه في بعضهم بكام كده؟ الخمسه يا عم احنا مش محتاج احسب الخمسه في 22 ب 110 والخمسه في نص الخمسه في نص برضه المتابعين كده احسب معانا يلا يا اخوانا احسبوا معانا والخمسه في 500 ب 2500 تمام
يبقى معانا 112 500 113 750 وده سعر طبعا سعر نهائي سعر نهائي عشان مش هتحسن من كده بما يرضي الله. واسمع يا وزير شايفين الرخو حتى اي حد في الثروه الحيوانيه بحالها يعرضها في التفاحه شايفين استنى شايفين الرخو البقره من تحت يا اخوانا شايفين الرخو هنا استاذ ابو عمر تعالى كده عندي اللهم صل على النبي. انا بتحدى اي حد النهارده في الثروه الحيوانيه في مصر بحالها يعرض لك السلاله دي في 22750 الخمسه فلوس بعضهم الخمسه بقى. اللي عايز عيدنا من العرض هبيع له يا باشا ان شاء الله اثنين من العرض هبيع له. تحياتي للعمده. دي سعرها 22750 سعر العجله من دول اقدر احملهم له حالا ان شاء الله مش تحسن من كده بجد يعني. عجلات طبعا واخده رخو وشلش من تحت وفتحات وطبعا لو فاتك العرض ده هتبقى خسران كتير جدا. صلى الله عليه وسلم. استنى شايفين الاشتغال عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. لو سمحتوا كده رجالك فضلا كده ليس امرا كل متابعينك عايزين شرف الخير اللي بعده يا معلم حماد. معانا خمس ابطال اهو خمس بكره. ما فيش فيهم لا 32 ولا 31 عجلهم ب 24750 متوسط سعر عجلهم؟ 24750 24750 البطل من دول سعره 24750 ان شاء الله. صل على سيدنا رسول الله. مش احسن من كده يعني عايزين برضه على الساده المتابعين كده معانا. عمره خمس شهور. العجل عمره خمس شهور. تمام. ب 24750 بتحدى اي حد بالسعر اللي انا بقدمه لك ده. والحجز عن اولويه؟ والحجز عن اولويه اتصال. عايز عجل واحد من العرض ابيع له، اثنين ابيع له. اللي طلب الخمس ذكور والخمس نوت يحول لي من العرض عركون هحمله له ابعته له لو عايزه ابو سمبو اللي بعد اسوان كمان. في عندك توصيل يا معلم حماده؟ يا باشا عندي التوصيل والله خارج مصر كمان ما يهمكش اي حاجه. تحياتي للعمده. الله يزيدك روح ويبارك لك يا معلم حماده ويستر عليك طبعا ربنا. يبقى سعر العجل من دول 24750 ومش هتحسن من كده بمرض الله يعني بمرض الله. تمام يا رجاله؟ وسعر النتايج من دول 22750. تمام يا اخوانا؟ يا وزير تعالى تعالى انا جاي لك اهو. الدكتور انا مصنعه اللهم صل العجل الجلد بتاعه بنشد من هنا الاعمال من هنا الجلد بتاعه بنشد من هنا. عجل تحويلات عاليه عجل كما ينبغي ان يكون عجل عجل المعلمين اللهم صل على النبي يا عقول الرجاله ان شاء الله المعلمين. شايفين ماشي العقول دي كلها طالعه شروه واحده من مزرعه واحده شاريهم راجل معلم هياخدوهم ناس معلمين. تمام. صلى على سيدنا رسول الله فيك صلى الله عليه وسلم. اربع ذكوره مش هقول لك العجل من ده ب 32000 عشان باين مصنعه لا الاربعه دول عامل لك عليهم زلزال في السعر. هقدم لك الاربعه ب 102500 سعر البطل من دول كام؟ 25500 جنيه متوسط سعر العجل بتاعهم 25500 متوسط سعر الذكر من دول 25500 وعشان خاطر الناس كلها بتدعم فيك وبتصلي على النبي معانا في التعليق وعشان خاطر انت هنا بتستلم من المصدر الرئيسي للجمله الاربعه ب 90 خليكم فاكرين اربع ذكوره جاموس ب 90 مش هيتكرروا تاني مرتين. متوسط سعر معانا قد ايه؟ 22500 يا وزير العجل سعره بسعر العجل ب 200 جنيه والاعمار بتاعتهم ست شهور 22500 اسف يا معلم. انا بقول لك النهارده نزل تحدي في الثروه الحيوانيه حد يعرض لك الاسعار بتاعتي دي 22500 سيدي ركب التليفون فورا والله العجل ده تعالى كده عندك رقم تليفونك النهارده احنا نطول على الناس في الباقه اللي يجي يشتري عرض من دول اللي يجي يشتري عرض من دول سعر الباقه النهارده على حسابي انا. ليه؟ لان بقدم لك ميزه في السلاله وميزه في السعر. اطلع ابويا حاج حماد رقم تليفونك لو تكرمت 22500 الاسعار دي في قلب بعضيها. رقم تليفونك عايز رقم التليفون عشان عايز احجز الاربعه كفارة. اي حد رقم تليفوني 010 010 980 980 4 بجد مش هتحسن من كده 4 9 9 8 9 9 8 مزرعه الحاج حسن ابو الحاج النهارده عامله لك دمار عالمي في الاسعار بفضل الله. وش معانا بقى تاني غيره؟ هقدم لك خمس نوت فلاحي الخمسه دول عجلات صنعه طبعا ان شاء الله. شايفين العجلات؟ العجلات دي عباره عن ايه يا حاج حماده؟ عجله عامله ازاي؟ عجله ميزانها يجي 150 كيلو على الطبليه كده. عجله عجله يا باشا جاموسه حاجه نظيفه عجله الناس المعلمين دي. شايفين؟ كل واحد يجيب لك عجله جاموس يقول لك انا جبت لك الجاموسه. دي عجله طبعا منوفي تمام. ودولت اتنين عجله طبعا خليط ايطالي واحده شامله. شايفين الحلبات؟ شايفين العجلات؟
الدير الرفيع الطويل، الفتحات المظبوطه من ورا. الاستاذ ابو عمر الادلات حلوه والله، ما عايزه كده. بكام يا معلم حماده كده بالصلاه على النبي؟ دولت خمسه. حلبات الجوزه بتاعت عامله ازاي من صغرها؟ دولت خمسه، الخمسه دولت يا باشا عشان ما نطولش عليك ولا على الساده المتابعين، عملتهم سعرها 22500 جنيه. 22000؟ 22500 الاحجام دي كلها. و500 وربنا يبارك للي دخلهم بتوع المزرعه. اللهم صل على سيدنا النبي. الشاسات دي كلها ب 22500. سعر الدبابه من دول يا اخوانا 22000 ونص. ايوه خليك بقى معايا كده هنا. معاك يا معلم حماده. عشان لسه هدخل لك على عالم البلد جوه، معايا دبابه ومعايا كوره كبيره تقف في العيد ومعايا اللي انت عايزه كله. خش توكل على الله. دكر وانتهى ب 40000. معانا دكر وانتهى؟ ب 40000. كم؟ الدكر ب 20، الدكر وانتهى ب 40000. الدكر وانتهى بايه؟ ب 40. ب 40000. اللي عايزهم على بعضهم يا اخوانا ب 40، تمام؟ 40. عايز طبعا نتايج ماشي المعلم هيفيها لك وتاخدها، عايز الدكر برضو المعلم حي فيقولك طبعا وتاخده. ده مرجله بس طبعا الدكر هيبقى اغلى من النتاية، الدكر هيبقى اغلى طبعا. اللي عايز طبعا الاثنين ب 40، وده سعر طبعا مش هتكرر مره ثانيه، سعر النتاية او الدكر من دول 20 المربي طبعا اللي لسه مبتدئ على الله. تمام يا اخوانا؟ العجلات الجاموس قدمت لك العجلات الصغيره، هقدم لك الاحجام الكبيره. عجلات الجاموس دي دم ومحاسن. تمام. دم ومحاسن، معاها عرض والله. تمام تمام. بقول لك الاسعار هنا ايه ده؟ عايز كل من كان في قلبه من بره تحط الرقم فوق. ونعم بالله. بالله ونعم بالله. صلى الله عليه وسلم. فيديو بصلاة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. ده مال وربنا يبارك فيه. اللهم امين يا رب. سعرهم 68000. متوسط العمارة قد ايه؟ العجلة بتاعتهم ب 34000 يا عم ابو عمر. العمارة قد ايه؟ العمار بتاعتهم قد ايه؟ عمار كبير يا باشا، عمار 13 شهر. بص يا اخوانا، استنى دير الجاموس طبعا الرفيع الطويل، الحلبات المظبوطه جدا من تحت، البلح بتاع الضر. استنى يا عم حماد، القرن طبعا بتاع شبه الجاموس، الرقبه الجميله، الجلد الناعم، ركزوا معانا. شعرية طبعا لبن لسه على جسمها، يعني ده هتولد ولدتين اثنين ولسه طبعا شعرية اللبن على الجسم. انا جبت لك عجلات جاموس بتقدم نفوس. اللهم صل على النبي. الاثنين ب 68. الاثنين ب 68. ب 34000 سعر نهائي. 34000 وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وبشير. لا 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 استنى بقى، استنى بقى، استنى بقى، استنى 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 استنى. والعج والعج ده عمرها قد ايه يا معلم حماده؟ يا باشا عجلتك شهرين اثنين يا باشا. شايفين المنوفي قرن الجاموسه برضه زي ما انتم شايفين؟ 67 بس. يلا 67 وربنا يبارك لنا دخلهم. سعر الدبابتين دول 67، متوسط سعر العجله من دول 34 35. واعمل ايه يا حاج سيب ده؟ عجله طبعا تلقيحه طالعه. عنده بيديني يبيعهم ويجي يشتروا لي عجله تبقى جاموس اخر السنه. مشروع من انجح واربح المشاريع في اليومين دول يا استاذ عمر. الجو حر ولعه وموجه حر، شبه الجاموس اللي بتستحمل معانا. تمام ماشي معايا بقى مشروع. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله تبارك الله. المنوفي البلد الاصلي. دم ومحاسن، الديل، الفتحه، النظام بتاع العجله، عجلات. شايفين الجاموس عامله ازاي؟ ده بدري كام واحد معانا؟ استنى واحده واحده يا معلم، واحده بالراحه بالراحه عليا. العجلات دي توام؟ العجلات دي توام يا معلم حماده؟ ده وزير عجلات حلوه ان شاء الله. شايفين نار العجله قد ايه؟ محمد عمر ولا العجله لسه. طب استنى استنى، عجله طبعا تلقيح يا طالع. استنى عجلات. شايفين السيحان؟ عجلات. شايفين فتحه العجله عامله ازاي؟ قرن البيمة، الدوش سليم طبعا من قدام. واحدة واحدة يا عم يحيى، هات لك يا عم يحيى كده رقم ثلاثة. عايز بس واحدة واحدة عليك بالراحة. شايفين يا اخوان دي العجلة رقم ثلاثة معانا في العرض، عجلة. طب كده احنا كده صورنا لكم ثلاثة، عايزين بس واحدة واحدة كمان عشان امتع المتابعين كده معايا. شايفين العجلة ديت الشبه ديت؟ هقدمهم لك بأسعار اقول بذله. دوت كام واحدة يا معلم حمادة؟ شايفين سبعة. شايفين درجة الجاموسة من تحت؟ شايفين الدر يا اخوانا؟ ما شاء الله سبعة. طب استنى، دي رقم كده ايه؟ دي رقم أربعة معانا، تمام يا رجالة؟ شايفين العجلة رقم خمسة عاملة ازاي؟ يعني بنكون سبع عجلات طبعا كده كلهم نقاوة، عجلة، العجلة أحسن من العجلة. يا وزير معاك يا معلم حمام. العجلات جاية من سوق ولا عجلات جاية مرمومة من سوق؟ دي عجلات راجل معلم أمهات، العجلات دي خارجة من أعلى مزرعة في جمهورية مصر العربية كلها، مزرعة إنتاج لبن يا زوب عمر. تمام. مزرعة إنتاج لبن. العجلات دي عمرها قد إيه يا حاج حماد؟ العجلات دي عجلات المعلمين. العمر قد إيه يا معلم حماد؟ العمر من 9 شهور ل 11 شهر. يعني العجل الشاسيه ده كله؟ الشاسيه ده كله؟ أكبر عجلة فيهم بنت 11 شهر. الشاسيه ده كله؟
بال 11 شهر معانا، شايفين؟ عجلة حلبات الجوسة من تحت؟ دخلنا معلم حلق العجلات دي قدام منها على العشر كده قد ايه؟ يعني في منهم اللي زي دي الكبيرة دي قدام منها العشر زي عمر من 3 4 شهور، التانيين دولت من 5 شهور، يعني بفضل الله 5 شهور يبقى معاك 7 جاموسات عشاير. على مدار طبعا 5 شهور الدورة سريعة جدا، هيبقى معاك طبعا 5 شابات حشاير، ومش أي شابات بقى، مش أي شابة، مش أي شابة، هيبقى القرة طبعا والرقبة. صلى الله عليه وسلم. العجلات كلها دي هادية لأن أمهات لبن، أمهات لبن دي. طيب شو قلت لها السعر بقى يا معلم احنا بكام؟ صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كل اللي بيحب ربنا فوق يدعمه بصلاة النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. معاه سعر وصلى على بخيل طبعا معانا كلم يشوف المال ده ويصلي على سيدنا النبي. طب واحد الله خليك معانا بقى. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. العرض بصراحة مش عايز كلام. بجد يعني. شايفين العجلات الشعراية، الشعراية المظبوطة، خش في السعر. صلى الله عليه وسلم. العجلات دي عامل لك عليها عرض وخصم هايل، بعد ما الكل يدعمنا بلايك وبشير هقدم لك السلالات اللي انت شايفها قدامك دي. مش هقول لك دي عجلات اصلا سلالات، ماشي، عجلات انتاجيه لبن الامهات عاليه. هقدم لك السلالات من دي متوسط سعر السلاله لا 55 ولا حتى ب 50 ولا حتى ب 45، دولك عامل لك عليهم زلزال في السعر. هقدم لك السلاله من دول ب 35000، وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وبشير هتبقى عجلتهم ب 32500. 32000 ونص. 32500 يا ابو عمر، والعجلات دي ببلاشات الا ربع. تمام. وعشان خاطر بقى الناس اللي بتدعمنا وبتقف معانا واحنا بنقف معاهم. ايوه. مش هقول لك الدبابه من دي ب 30000. والله ما في 30 ولا في 29. صلى على سيدنا رسول الله تكسب. صلى الله عليه وسلم. 2 4 6 7 عامل لك عليهم زلزال، بس اتفاعل معايا بلايك. اعمل شير في الخير كده. اعمل شير في الخير. عشان هقدم لك استنى. اسعار البتلو من تاني نسبة. اعمل شير في الخير عشان طبعا الدبابات ديت معانا هقول لك ما فيش معانا 30000 ولا 29. اعمل شير في الخير. اعمل شير في الخير. فاجئنا يا معلم حاطط على الله. دي بالحجم الكبير العائلي اللي فيهم ده عجلتهم ب 28500 جنيه يا وزير. قلت لي بكام؟ 28500. 28000. طالبهم اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان. مالك يا عم ابو عمر؟ يا زاب عمر اللي انا بقدم بيه هبيع لك بيه. رقم التليفون يا عم حمام. يا باشا ما تبصليش. رقم التليفون توكل على الله. يا باشا يوم ما حد يجيني هنا مزرعه الحاج حسن ابو الحاج انا هعرضه مع 28507 اقول له على 29000. ماشي اقول له على 29000 اتقدم بمليون جنيه يا عم ابو عمر. تمام. اللي طالبهم اقدر احملهم له على البث المباشر وابعتهم له لحد باب بيته. وعشان خاطرك يا عم ابو عمر كمان هسيب ال 500 على 28 واللي هيرن عليا انفذ معاه. الدبابه من دي بس ب 28000. تجيب الشرح الحلو منين؟ الدبابه من دي سعرها 28000. بنعرف الناس بطيب جاموس اسعار العجلات الجاموس الحقيقيه. ان شاء الله. ومش اي عجلات، عجلات مصنعه كلها. الله يبارك لاول متصل، الله يبارك لصاحب النصيب، 7 دبابات. تعالوا بقى نشوف طبعا المفاجاه اللي بعدها. بص يا باشا انا معايا مزرعه كامله جوه، بقر وجاموس وكله برده موجود. دكوره بقر طبعا. دكوره بقر. لا لا انت لسه بص بص على كده من هنا بص عشان انا مطولنا في الفيديو اهو. معاك سوق، سوق كامل متكامل من العجلات، سوق ان شاء الله. ماشي اللي طالب اي حاجه يا باشا موجود عندي. طيب وانا هغير اي حد. طب تشوف شوف الدكران دول بكام كده قبل ما نفصل. قبل ما نفصل بس هنا. تعالى بقى افرجك على الدكوره الحلوه جوه. توكل على الله. صلوا على حبيب النبي يا اخواننا، صلوا على سيدنا النبي. انا عايز طبعا كل متابعينا كده تصلي معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعمل شير في الخير عشان طبعا بنعرض لك كل يوم سلعه جديده، فانت يعني ما تبخلش علينا. اعمل شير في الخير. اعمل شير في الايه؟ في الايه؟ في الخير. معاك يا معلم حماده صلى الله عليه وسلم. بطل ولا اثنين دولت اربعه متوسط سعر البطل بتاعهم 31500 جنيه. اربع فيال العجل سعره 31500. سعر الفيل من ده كام؟ 31000. اعمار الاعمار بتاعتهم كبيره من 7 ل 9. اكبر عجل 9 شهور معانا. عجل ما شاء الله تبارك الله ملفوف. شايفين العجل ربع من قدام؟ ركزوا معانا. مفيش كرش، ربع من ورا، مظبوط. معلم احنا عنوانك ورقم تليفونك، معلم حماده عنوانك ورقم تليفونك. واسمي خالد عمر ابو ذكري، مزرعة الحلويات، مزرعة الحاج حسن ابو الحاج اللي طالب عجلات تحت المطاعم، اعمار كبيرة، اعمار صغيرة، عندي سوق كامل متكامل من العجلات. رجالة الشرقية طبعا بتحبك في الله، اخونا احمد طبعا الطحاوي، اخونا طبعا ايمن الحاج بيحبك في الله ومسي عليك. اخويا وحبيبي ايمن الحاج، كل
كل اهل الشريعه على اهل الزفت، اهل فوق، اهل المنوفيه، اهل الغربيه، اهل اسكندريه، اهل المنصوره، اهل دمياط، اهل بورسعيد، خط الصعيد كله على دماغي من فوق. كل متابعي قناه سوق بلدنا الناس المحترمه بمسي عليهم، بمسي على متابعيني، متابعي قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج. تسلم راسك يا عم محمد، تسلم. كفيت ووفيت. تحدي ليه؟ 10 980 4 9 9 8 والسلام عليكم.